ارقامها حلوين قد ايه. مش هيحصل حاجة يعني. لا انا طارق الوكيل يا سارة، مانيش عمر ابو الوفا. انا طارق الوكيل مانيش عمر ابو الوفا. انا طارق الوكيل مانيش بتهيألي نأجل القرار ده شوية. يا وزة يا دي يا ابني، هو ده القرار اللي انا مستنيه. ملاكي جيزة يا حلاوة جيزتك. صباح الخير يا باشمهندس. صباح الخير. تأمرين بأي خدمات تاني؟ لا خالص، اسبق انت يا عم ابراهيم، انا هحصرك. من عينيا. صباح الخير عمر. ده انت دوختيني عليكي. وانا دوختك عليا ليه؟ مش دي نمرتك؟ ايه ده؟ ما هي اصلا امبارح وقعت منك واحنا في الجولف، وقعدت اطلبك عليها طول الليل، كانت مشغوله. انت كنت واقفه في اشاره طويله ولا ايه؟ ميرسي. هي معرفه مصلحه ولا ايه؟ انت عرفت عنواني منين؟ من المرور. رحت المرور وكشفت عن النمره ودفعت المخالفات وجبت العنوان وزماني جاي. مش عارف انا اتاخرت ليه لغايه دلوقتي. ايه ده؟ ده في كاوتش نايم. بالراحة بقى لحسن يصحى. معقولة؟ عموما مش مشكلة، أنا معايا استبن. إيه؟ استبن؟ استبن وأنا موجود؟ إزاي وده يصحى؟ إيه ده؟ ده الكاوتش التاني نايم، نايم أهو والله، يا لأ. بتشوف الكاوتشين نايمين في نفس اليوم. ده مش بعيد تلاقي الاستبن راح مشوار، يا لأ الكاوتش نايم مشوار. أنت فرحان فيا ولا إيه؟ أنا كده هتأخر. طب ما أنا عربيتي تحت أمرك. ايوه انت بتبصي فوق، انا حاركن على الشجره، عربيتي اهي اهي الحسنه اللي طالعه هناك دي. اتفضلي اتفضلي هوصلك. اتفضلي. معلش هي هتلاقيها مجرحه شويه، بس انا جايب لها جراب هركبه لها. اتفضلي اتفضلي. تعالي خش خش. يلا سدي بقى. ايه سدي مناخيرك قبل ما ندور. نقلع الجزمه. نقص الجزمه. متستغربيش اصل انا لما بقلع الجزمه واسوق حافي بوصل اسرع. سدي مناخيرك بقى عشان هدور. بس رخص. ايوه اتفضل. كمان رخصك منتهيه من كتر اللف في الشوارع بقى يا فندم. اللف. معلش. معاك طفايه؟ طبعا طبعا. انا مش مفروض قرآن. اتفضل حضرتك. انت هتهزر معايا ولا ايه؟ بقول لك طفايه. عايز طفايه حريق؟ طفايه حريق. حاضر. انا ما فهمت غلط. اهي معلش، بس مش هقدر اوقفها عشان السقف لما بتخبط في السقف. هو في ايه حضرتك بالظبط يا فندم؟ كل ده وفي ايه؟ امن ومتانه. امن ونتانه؟ يعني انت بتسحب الرخص على النتانه دلوقتي؟ طب هنضفها. نضفها؟ لما عربيتك بقى تتحرق بطفيها بطفايه السجاير. حاضر. يطلع خفيف. حاضر حاضر. كلمهم هناك وقولهم الكلام ده كله. ماشي. الله، لو سمحتوا يا جماعه محدش يشرب سجاير في المسرح. ليه هو المسرح صدره تعبان ولا ايه؟ اتاخرت كده ليه؟ بعدين هقول لك. طيب ليه ده بتعمل ايه هنا؟ ازيك يا عمر، اخبارك ايه؟ الحمد لله. اتفضلي اتفضلي. ثانيه. ايه الهيبه دي؟ خلي اللوحه يمين يا جمال، كمان شويه. ساره ساره صوت لو سمحتي. الفرقه عايز تعمل بروف. ايوه بس كده. ممكن اقولك حاجه؟ ثانيه واحده. انا حلمت بيكي. وانا كمان حلمت بيكي قبل ما اشوفك، او جايز علشان كان نفسي اشوفك، مش عارف. حلمت بيه؟ حلمت ان انت كنت نايمه وكان شعرك مفروض جنبك كده على المخده وبس. غمضي عينيكي كده. كان شكلك كده، كنت شبه الملايكة.
في رقم ناقص. ايه؟ مفيش ناس كده ابدا. انا ثبتها لك كروكي كده وان شاء الله هتبقى تمام. اصل المسامير ضاعت مني المره اللي فاتت وانا بفكها. ايه هو كل حاجه ايه تحت في تحقيق تحقيق. خلاص بقى. طب ما تتفضل عندي في الاتيليه تغسل ايديك. يا ريت. انا بقول كده برضه. اتفضلي اتفضلي. اوعي تبصي وراكي، احنا دايما نبص قدامنا. على فكره عربيتك شيك قوي، بس لو كانت سودا كانت هتبقى تحفه. سودا؟ لا الا الاسود ده انا بكرهه خالص. ولا انا بطيئه، مع ان انا اعرف ان اللون الاسود ده لون فخم كده، يعني ممكن يحدد اللوحه ويخليها اجمل وكده. النور جه مين قال لك انه كان مقطوع؟ بهزر عادي يعني. اغسل ايدك عشان سودا. ها طب فين الحوض؟ على شمالك. ما اقول لك ايه، تشرب نسكافيه معايا؟ بس مش بلاك بقى. انا حاولت كتير اغير ضحكتي ما عرفتش. تغيريها؟ هي تعمليها فايبريشن مثلا؟ خيالي واحد ضحكته فايبريشن. خليكي بطبيعتك. انا كمان حلمت بيك عمر. يا عمر. مين برا على الفوطه؟ انا. انتي قلتي ايه وانا جوه الفوطه؟ انا كمان حلمت بيك. لابسين النضاره بعد اذنك بسرعه بس عشان عايز اسمعك كويس. مش معنى ان انا قلت لك ان انا حلمت بيكي تقومي تردها لي يعني وتقولي لي ان انا كمان حلمت بيك. مش هزعل على فكره ولا حاجه، يعني كفايه النسكافيه. انت حلمتي بيا بجد؟ حلمتي بايه؟ ساره واضح ان بابا جه. ايه؟ مالك؟ طب اجري اجري اجري. اجري من ايه؟ مش بتقولي بابا جه؟ طب اهرب منين؟ اهرب منين؟ تهرب ايه؟ اثبت هنا. هثبت ايه؟ مش بتقولي بابا جه؟ عادي. طب هتقولي له ايه؟ اخوك انا يعني ولا ايه؟ في هنا يا ساره؟ اثبت يا ابني. اثبت ايه مالك؟ هاي ساره. هاي بابا. اقدم لك المهندس عمر ابو الوفا، بابا محمد المهدي، دكتور. مش بتاعتي دي. دكتور بيطري اجدع ناس. قول لي يا عمر، انت مهندس في ايه بالظبط؟ بيطري. في المعماري. معماري. معماري؟ والله الله، ده انا احتاجك قوي لما نيجي نروح المزرعه. اتفقنا؟ عيني. حاضر. اكسلنت. يلا سي ليتر اليجيتر. يلا باي. باي بابا. ده مشي؟ اها عادي كده؟ عادي يا شيخة. قلت له ان الفوطة مش بتاعتي. يا ابني ما قلت لك ما تقلقش. بابا لارش. ده انا حبات هنا. يا مان، ما العربية قدامي اهي. والله 160,000 170,000 انا اجرب واقول. ماشي يا مان، سلام. ايه طروق، كنت بتقول ايه؟ كنت اقول لك بس ان انا احتمال اسافر اسبوع كده تبع الشغل، رايح تونس وراجع يعني. تونس؟ تونس. تحبهاش ولا ايه؟ تونس دي جميله. لا بس قبل كده يعني قلت لي قدامك يومين ثلاثه، ودلوقتي بتقول لي تونس اسبوع. انا رايح وجاي على طول ان شاء الله. ايه ده؟ فين شنبك يا مان؟ ما رضيش يجي معايا. طب تعالى انت معايا. هنروح فين؟ هنجرب العربيه ونكمل كلامنا. انزل على اليمين. طب انزل على الشمال. انزل على الشمال. وصاحبها طالب فيها كام العربيه دي؟ 160,000. تالي بعد اللي حصل فيها ده ممكن تخلص ب 20 جنيه، يبقى حلو قوي عليها. اوكي يا مان، تروح وتيجي بالسلامه من تونس. والمزرعه دي فين؟ هنا قريبه في الفيوم. ساره لو سمحتي يعني ممكن تقولي المعتز يجي معانا المزرعه؟ ده هو هيموت ويجي على فكره، بس ما اعتقدش انه هيوافق. لا لا لا، هو موافق. انا عارفه انا عارفه. انت استاذ فادي، انت جيت تونس امتى؟ هكلمك الحمد لله على السلامه. يعيشك.